معكم علي منصور، ساجد درويش، لعب منتخب لبنان. لبنان 1 2 3 لبنان. معكم علي حيدر شخصيا كابتن منتخب لبنان. نحن عم نلعب باسكت اذا ما بتعرفوا. اليوم نحن رايحين على كاس العالم، عندنا اهداف كثيره وبدنا نطلع بافضل صوره للمنتخب. صرنا زمان ما تأهلنا على هيك كومبيتيشن كثير عالية، فيري هاي ليفل، عندك بتجمع أحسن لعيبة بالعالم. كل الشباب متحمسين، أنا محمس، كل الشعب اللبناني محمس، ديسبايت كل الخرا اللي مارقين فيه نحن، سوري على الحكي. وي ستيل غانا بيرفورم، وي ستيل غانا كم توجذر تو بيرفورم ذا بيست واي بوسيبل. ذات درايفز أس، يعني موتيفيشن لإلنا، لأنه الشعب اللبناني بيستحق أحلى شيء يعني. من بعد عدم تأهل لبنان بال 2019 عملنا نفضة ونهضة لكرة السلة اللبنانية، دعمنا المنتخب بالشباب، كان عندنا هدف واحد نرجع لبنان يكون بكأس العالم. الشباب كلياتهم ما بدون عنده خبرة كتير كبيرة دولية، لأنه كلياتنا أول مرة عم نشارك بكأس العالم، لكن سبق وشارك بطولة العرب، بطولة آسيا والتصفيات. Day 2 guys, we have 4 parts. نحن التحقنا بالمعسكر امبارح، كان أول تمرين لنا، وعندنا 3 ويكس تحضير هلا، 3 4 ويكس تحضير. والروتين تبعنا بيسكي عم بيكون عم نتمرن تمرينتين بالنهار، نهار عم نعمل جيم بعبدة مع التاني تبعنا، ومره تمرين فريق. اخر شهر مسافرين على الصين كمان نحضر تريننج كامب، بعدين بنروح على دبي نحضر كمان بدبي كابل جيمز، بعدين بنروح ستريت من دبي على اندونيسيا لنفوض المغامره، مغامرة بكرة العالم. رح ننام كلنا سوا هونيك، نفيق كلنا سوا، نتروق سوا، نتغدى سوا، لنتقرب على بعض أكثر. بلش الجد هلا، بلش العد العكسي، بلش النوم بكير، الأكل الصح، ما في سهر، ما في روحات، ما في مجال. 5 7 8 سو لما نتمرن ما بتفكر بستريس، لما نطلع كامبس مع بعض كل واحد عنده his own way of coping mechanism. لافلي بتعرفيني لاسي كالتي از هيوج ستريس ليف، كل ما فوت على البيت تركض نط علي. جيم بيان ميت لا ميوزيك بور انتر دون ان سيرتان ريت ابري سي سا فا دو فيروز ا لا ميوزيك افريكان ا لا ميوزيك تكنو ا بو لا ميوزيك هيب هوب سي فريمون لارج تو فو. انت خبرك عن كالسيتي بلاك اند وايت، خلص خلصنا من بلاك اند وايت فروم ذا 60s و فروم ذا 1960 وهالقصص كلها. Hala, it's all about colors. It's all about being joyful, being lifeful. So that's why I love colors. I love my socks. I love all the socks. And the level game is black and white. Everything else is colored socks. ما في صداع بيننا. كلنا بنكره بعض. ما أنا بيحكي مع التاني. لا لا. شو هالحكي؟ الصداع بتجي مع الربح ومع الإكسبرينس ومع العشرة. It can only be built with time. So alhamdulillah we have good chemistry, good friendship, good sportsmanship بيناتنا، هيدا اهم شيء. الاجواء بتعقد يعني، هلا خلصنا طوينا صفحه السيزون، هلا رجعنا كلنا نفس القلب نفس الروح نفس التفكير يلي هو المنتخب والفرق اللبنانيه. ما حدا حتى بيحكي عن النادي تبعه هون، ولا حتى يعني ولا مره بنسال بعض عن النوادي. It's like family members really. هيدي البوندينج والكيمستري بتاثر على الجيمز، ونحن بالجيم لو شو ما قطعنا بالابس وبالداونز بنضلنا ايد وحده، وهذا الشيء بين بلعبنا وخاصه against استراليا والفرق الكبيره. We pushed each other to do better. They have survived. نحن عملنا نتيجه كثير حلوه ببطوله اسيا، عملنا وصيف ببطوله اسيا، هيدي كانت مثل ستيب كثير كبير لنا انه نحن نوثق بحالنا، نعرف انه نحن لا والله هذا البلد صغير قادرين نوصل لمحلات كثير كبيره بهيدي اللعبه. The game China we were huge underdogs. بس بلشنا الجيم فاجئناهم، طلعنا عليهم فرق 20 بوينتس، رجعوا على الجيم، وانا حطيت جريت 3 بوينتر ان كروشال تايم، ووائل نهى الجيم بفلوتر، وبعد they still had a chance and our foreigner at the time اجى عمل بلوك شوت على اخر لحظه وربحنا الجيم. It was a historic win against China. هاللحظات الصغار بيأثروا علينا for a very very short time being، لانه usually عندنا جيم ثاني من بعدها. We try not to get it too high on the win. He does not. They've got to move it. They've got to move it. It's Haidar. Haidar, he puts it up. He's off. مواجهتنا مع منتخب الاسترالي بنهائي كاس اسيا كان لاول مره لبنان عم يلعب مع هيدا الليفل من فتره كثير بعيده، فمن هيك تاقلمنا تقريبا بثالث ورابع كورتر، اول هاف كنا قررت جو اللقاء. من
بنعرف انه منتخبات كتير كبيرة اللي اجوا معنا بالمجموعة، لكن تحضيرنا بده يكون كتير قوي. لازم نحنا نخلق شيء من المنتخب ومن الشباب الموجودة، نخلق شيء يلي هو نقدر نعمل اي طريقة من الشوك او السوربرايز للفرق اللي حنلعب ضدها، لانه اذا ما بنواجههم بالطريقة العادية الاعتيادية حتكون كتير صعبة. شو رح نعمل؟ We have no idea. It's a tough challenge. Big challenge. So نحن رح نحضر واللي بيصير بيصير ان شاء الله.